حبيبة قررت ان احنا نشترك سوا في المسابقة ونشوف كل واحدة فينا هتوصل لأنهي مستوى في الثقافة. واحنا جايين النهاردة الصبح قلنا ان احنا كسبانين بالقراية واحنا عملنا اللي علينا والبقية على ربنا. ماما بصراحة بتحب تقرأ في هدوء. بالنسبة لحبيبة بتحب القراءة وهي بتتمشى، دي بالنسبة لها هي كده بتقرأ وبتستوعب قوي لما تقرأ وهي بتمشي. أنا داخلة أولاً عشان القراية لأني بحب أقرأ، ثانياً لأني عايزة أخد لقب طالب مثقف على مستوى مصر. حبيبة كانت بتساعدني وأنا برضو كنت بساعدها، كانت في أوقات كتب هي مش مقتنعة بيها فكانت بتقعد تناقشني لو سمحتي أنا مش مقتنعة بالكتب دي، أوقات كتيرة كنا ممكن نسمع لبعض. احنا عندنا الحضن اسمه حضن العشرين ثانية، ماما بتحضني 20 ثانية، ده لما ببقى متوترة أو فرحانة أو في أي مناسبة حضن العشرين ثانية. كانت برضو من ضمن المواقف الطريفة جدا إن أنا اللي كنت متعودة أديه لها، فهي أول مرة تشوفني في مسابقة معاها ففوجئت بيها، بتقولي جاء دورك علشان أنت كمان تاخدي مني حضن العشرين. النهاردة أول ماما خرجت من الامتحان حضنتها حضن العشرين ثانية. بتمنى الماما السنة دي في المسابقة إنها تكسب المركز الأول مستوى الجمهورية وإنها تبقى سعيدة. مصر بألوان المعرفة.